اليوم جينا هنايا كتنسيقيه ديال الاساتذه المستبرزين من داخل التنسيق الوطني لهذا الندوه من اجل بسط المشاكل التي تواجه وتعيق عوده الاساتذه الى اقسامهم واستمرارهم في برامجهم النضاليه. من اهم هذه المشاكل هو عدم ورفض الاساتذه والاستاذات النساء ورجال التعليم عموما لجميع لمخرجات اتفاق 10 دجنبر، لان هذا الاتفاق يحاول تقزيم المعركه الاستاذيه وجعلها محصوره فقط في مطالب ماديه لا ترقى حتى الانتظارات الشغله التعليميه التي عندما خرجت وتطالب ماديه وتطالب بعداله اجريه مع باقي القطاعات. وفي هذا الاطار نقول لجميع المسؤولين، هل 1500 درهم كافيه من اجل تذويب الفوارق الاجريه بين قطاع التعليم وباقي القطاعات، خصوصا ما نسمعه من اضافه من زيادات اللي هي اكبر بكثير من هذا المقدار ديال 1500 درهم؟ كنسمعوا 6000 درهم، كنسمعوا 4000 درهم وغير ذلك. هل فعلا نحاول ان 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 ان, أن نحقق هذه العداله الاجريه ام نحاول تكريسها وتقزيم المعركه النضاليه للنساء ورجال التعليم؟ ونؤكد كذلك ان النساء ورجال التعليم عندما خرجوا الاحتجاج ما خرجوش على 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 دريهمات، خرجوا من اجل ماذا؟ من اجل كرامه نساء ورجال التعليم وصيانه المدرسه العموميه. كرامه نساء ورجال التعليم من 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 اهم شروطها هو ذلك العقد، العقد الشغلي اللي بغيتو اللي بغينا نحطوه بيناتنا كشغيله مع المشغل ديالنا اللي هي الدوله المغربيه. شنو قالت لنا؟ هذا النظام الاساسي اللي جابتو لنا الدوله المغربيه كعلاقه شغليه، كنظام تنظم العلاقه الشغليه بيناتنا، نظام مجحف حقنا. كيف يقبل اي كان، انا كنقولها لكاع الناس الاجراء في المغرب، واش تقبل انك تخدم في واحد النظام واحد العقد شغلي ما كيحددلكش ساعات العمل؟ واش تقبل تخدم بواحد العقد شغلي ما كيحددلكش المهام ديالك؟ واش قبل تخدم بواحد العقد شغلي اللي هو كيعطيك مهام ليست مهامك لم تتكون حتى فيها؟ كيف تقبل بهذا العقد الشغلي؟ فهذا عقد ادعان، ادعان وتهميش، وما نعطيه جميع المواصفات ما غاديش نوصفه. وبالتالي نطالب في ان هذا النظام اساسي، اولا خاص يكون نظام اساسي اللي واضح المعالم وما فيهش الضبابيه، يكون كيحدد لنا المهام ديال النساء ورجال التعليم واللي تنتمسكوا بانها هي مهام تربويه وتدريسيه داخل اقسام فقط، فيما ما غير ذلك من المهام فلها اهلها ولها اطر خاصه بها ويتقاضون اجورهم على قبل هذيك المهام ويقومون بها على احسن وجه. والا ان 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 مطالبه الاساتذه بقيام بهذه المهام كيدل على ان هاد الاخوان قصروا في حقهم. هذا ما نقبلوش، لان حنايا كاساتذه نقولوا ان خوتنا قصروا في المهام ديالهم. بل اكثر من ذلك، هذا النظام الاساسي تيقول لنا ان في الماده 67 تيقول لنا انه يقدر يزيد لنا اي مهام بغاتها الوزاره الوصيه بدون حتى الرجوع الينا، وهذه المساله كتخلينا ما نقدروش نخدموا بواحد العقد بهذا الشكل تماما. لا تشبثوا بمهمه مهام تربويه ومهام التدريس داخل الاقسام كاساتذه نشتغلوا داخل حجرات الدرس وليس خارجها. بالنسبه لنا كذلك نطالب بتوضيح ما يخص بساعات العمل. كيف انك تطلب مني انني نقبل واحد العقد ديال الشغل بدون تحديد ساعات العمل؟ هاد ساعات العمل يجب ان تكون مضبوطه وفق ما نطالب به كنساء ورجال التعليم، 18 ساعه في الثانوي التالي، 21 ساعه في الثانوي الاعدادي، وكذلك 24 ساعه في الابتدائي. بل اكثر من ذلك نطالب كذلك بحل حاله جميع الملفات الفئويه على راسها ملف التعاقد، وكذلك ملف الاساتذه المستبرزين. ملف الاساتذه المستبرزين اليوم هو ملف فيه مظلومية كبيرة ويجب أن نعالج هذه المظلومية، لأنه ما نقبلوش كدولة أننا نكون ضحكنا وتفلينا على التلاميذ ديالنا. كيف يعقل أن واحد التلميذ توفق في البكالوريا ديالو وجاب نقاط عالية ودخل الأقسام التحضيرية، ومن بعد الأقسام التحضيرية كتكوين اللي هو حازم الأقسام التحضيرية كلشي عارفها، ومن بعد الأقسام التحضيرية توفق فيها ودخل سيك تبريز، وما أدراك ما سيك تبريز كتكوين دولي معترف به. وفاش دوز 3 سنين في سيك تبريز يعني 5 سنين مورا البكالوريا تجي تعطيه سلم 10، وكذلك لا تعترف بالشهادة التي تحصل عليها، في حين أن الأخوان ديالنا حنا ما مشوش بعيد، الأخوان ديالنا اللي كانوا معنا في سيك تبريز وما استطاعوش أنهم يكملوا سيك تبريز، ربما رجعوا للجامعات وحصلوا على الإجازة وحصلوا على الماستر وحصلوا على الدكتوراة، وحنايا بقينا قابعين في نقطة الانطلاق ديالنا اللي هي الأقسام التحضيرية. كيف يعقل؟ هل هذه المجهودات ديالنا، هل هذا السيك ما كانش تحت وصاية الدولة، تحت وزارة التربية، وصاية التربية الوطنية؟ راه كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ديك بقيت أنا بعدا فاش كنت نقرا،
وبالتالي كيف يعقل ان هذا السكادة لا تعترف به؟ هذا مظلوميه، هذا نصب علينا احنا احنا كاطفال. انا مازلت طفل، يحاسبني الطفل الياس الحرش، يحاسبني على اختيار هذاك المسار اللي ما كانش ليا يد في اختيار ديالو، فقط لسوء توجيه اللي كتحمل المسؤوليه الدوله المغربيه. ونريد اعاده الاعتبار لنا باعتراف بشهاده تكون سي تبريز كشهاده معادله للماستر، لان هذه الشهاده كتعطينا الصفه ديال الاستاذ مصبراز لان نعتز بها ونتشرف بها، وهذه الصفه هي اللي كتخليني ندوز مباراه تبريز مع من؟ مع حاملي شهاده الماستر ومع المهندسين ومع حاملي الدكتوراه. وبالتالي كتقول لي ان هذه الشهاده غير معادله لهذه الشهادات، فهذه المساله مظلوميه في حقنا. بل اكثر من ذلك، اذا كان فقط عدم النجاح في مباراه تبريز هو اللي خلانا ان الشهاده ديالنا ما تعترفش بها، فيجب ان نطالب بتجريد جميع من اجتازوا معنا المباريات ديال تبريز من حاملي شهاده الماستر ومن المهندسين ومن حامل الدكتوراه ولم يتوفقوا في هذه المدرسه، جريد لهم الشواهد ديالهم. هذا اذا قلنا ظلم عادل خير من عدل ظالم، وهذا الشيء اللي كيتدار لنا مع الاسف هو ظلم ظالم بجميع المقاييس. وبالاكثر من ذلك، خريجي سلك تبريز اليوم، خريجي تبريز اليوم من حاملي شهاده الماستر، من حاملي خريجي لو سي جي، من مهندسي الدوله، هاد الناس هادو اللي قراو باك بلس 5 كيدخلوا سلك تبريز بعد مباراه فيها شقها تنجحوا فيها في الشق ديالها الشفوي والكتابي، وكيتكونوا عامين سلك تبريز، واللي ما نجحش العام الاول كيمشي بحالاته، وخاصو ينجحوا العام الاول والعام الثاني باش يتعاونوا عندهم الصفه ديال من؟ صفة أستاذ مصبراز، صفة العز والكرامة بالنسبة لنا. هذه الصفة كتخول لهم أنهم يدوزوا امتحان تبريز، وإلا ما توفقوش في هذا الامتحان ديال تبريز اللي هو مباراة خارجية كيدوزوهاش بوحدهم، لا تقتصروا على خريجي سلك تبريز فقط، بل تقتصروا على مجموعة من أبناء وبنات الشعب المغربي حاملي الشهادات العليا. هذه المباراة هذه إذا ما نجحوش فيها كتجي كتعطيهم إيش يلديس؟ واش 7 سنين مورا الباك من نجاح ومن التوفيق ومن التمييز كتساوي إيش يلديس؟ هذه مظلومية، ونريد فقط إنصافنا، لا نريد شيئا آخر. احنا ما بغيناش انصاف. انا كيف يعقل كذلك حي من باب الانصاف ان فاش كنجيو كنديروا داخل القطاع، حنا مشغولين داخل القطاع، فاش كنشوفوا المسالك ديال التكوين داخل القطاع والترقي، مسلك الاداره التربويه، مسلك المفتشين، كنجيو كنلقاو ان هاد الاساتذه اللي هما كيولجوا لهذا المسلك هذا من اجل التكوين والترقي كيدوزوا فقط المجزوءات ديالهم بنجاح، كيدوزوا السلك بنجاح، ولا نطلبوا منهم اي مباراه خارجيه، وغير فوا كينجحوا في هذا السلك ديالهم كيعطيهم شي 11. في حين الاساتذه اللي كيختاروا سلك تبريز باش انهم يتكونوا في مهنه التدريس على اعلى المستويات وباش انهم يتخرجوا من هذا سلك تبريز، كنقول لهم رغم انكم نجحتوا في سلك تبريز، نجحتوا وخديتوا شهاده نهايه التكوين سلك تبريز وخديتوا صفات الاستاذ المستبرز، الا انكم ضروري تنجحوا في هذه المباراه باش نعطيكم اي شيء 11. هذا ماشي معقول. بل اكثر من ذلك، حنا لا نطالب بقتل مبدا التمييز مع اخواننا في المبرازين. اخواننا المبرازين خداو نجحوا في مباراه تبريز، عندهم ايشيل 11 زائد تعويضات تكميليه عن تبريز عائد مجموعه من الامتيازات. حنا نطالب بالايشيل 11 على حد ادنى، لاننا حنا بغينا الكرامه وبغينا العدل، ما هذا الشيء اللي بغينا، ما بغينا حتى حاجه. واش هادو صعاب؟ هادو اي كلفه ماديه ديالهم بغينا نعرفوا؟ حنا ما طلبنا والو، طلبنا غير العداله والانصاف. الله يجازيكم بخير. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.